بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي هذه اللحظات الممتعة دائما لمن ينتظرون إطلاق الشطر في هذه الساعة الخامسة بتوقيت دبي، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج، كل محبين الشعر هذه الساعة صارت بالنسبة لهم ساعة حسم، لأن في هذه الساعة يطلق الشطر ويكون الموعد مع المتعة والإبداع في برنامج البيت. فأهلاً وسهلاً بكل من يتابعنا عبر فضائية دبي الأولى، ومن إنتاج وبرعاية مركز حمدان بمحمد لحياء التراث، وعبر أثير الإذاعة الأولى أيضاً نقول حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً يا كل اللي تتابعون وكل اللي تنتظرون وكل اللي تسمعون عبر الإذاعة. إذن في هذه اللحظات لجنة الفرز والجودة مستعدة، وأخوي أحمد البدواوي مساك الله بالخير يا أحمد، أنت وزملائك في لجنة الفرز والجودة. مساك الله بالخير يا أبو قيان، حلقة خامسة من مسيرة الإبداع في الموسم الثالث لبرنامج البيت، نستهلها بالترحيب بهذه البوابة، بوابة الإبداع في هذا البرنامج لجنة الفرز والجودة. حياكم الله جميعا شعرانا. الله يحييك. أرحب بك محمد الخلف. يا مرحبا. حياك الله يا أبو طلال. مرحبا بالدكتور بركات والمتابعين كلهم. جاهزين للانطلاقة؟ جدا. يا حياك، مطلق من شوية، مسيك بالخير. يا مرحبا، مسيك بالنور والجاز. يا حياك الله. أبقاك الله. شوفك بردان ولا شو الموضوع؟ والله أنها يعني. يلا بتيك الأبيات إن شاء الله وبتعر إن شاء الله يا مطلق. يا حياك يا حياك. هادي المنصوري مسيك بالخير وحياك الله يا هادي. مسيك الله بالنور والسرور أخوي أحمد وللدكتور وجميع المشاهدين. حياك الله يا هادي، توقعاتك لهذه الليلة؟ والله أول شيء بسم الله نبدأ وعلى بركته نستمر، والتوقعات أكيد دائما عالية بإذن الله. بإذن الله. ناصر الهاجري، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك عليك وعلى الدكتور بركات وعلى الأخوان المشاهدين. حياك الله يا أبو راشد. إذن مستعدين لانطلاقة الحلقة الخامسة؟ إن شاء الله أكيد، دائما مستعدين. دائما يا أخي، مرت الحلقات بسرعة أبو راشد. الحلو دائما ما يمر بسرعه. والله وانت صادق، وانت صادق. لحظات سعيده دائما تمر. وانت صادق، ولحظات دائما، لحظاتك دائما سعيده ويا معيض العتيبي. ان شاء الله. حياك الله يا ابو سلطان، مسيك بالخير. مرحبا، انا امسي على الدكتور ابو قيان وعليكم الجازي وعلى المشاهدين كلهم. ان شاء الله نستمتع بالحلقه. باذن الله، باذن الله. كان في تعادل اعتقد بين الفريقين في اول اربع حلقات. اليوم بنلعب بدون حارس، مهاجمين. مهاجمين ها؟ ضاغطين ان شاء الله. الله يعينكم عيل اليوم. عايض الاحباب يمسيك بالخير وحياك الله شاعرنا. يا مرحبا، مساك اجمل، ومساء الدكتور ومساء المشاهدين الكرام. يا حياكم الله. إذن شعرانا مستعدين، لكن أنا عندي سؤال ودي أن أتوجه به لناصر. ناصر أبو راشد، هل تتابعون بشكل يومي ردود الأفعال للمتابعين ومشاهدين هذا البرنامج من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وتقييمكم لهذه الردود؟ والله أكيد، يعني إحنا نتابع بعد كل حلقة، بعد نهاية كل حلقة نتابع ردود الأفعال في مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو إنستغرام أو غيره، نهتم طبعا فيها، في هناك ردود أفعال إيجابية، نقد بناء، هذا طبعا نهتم فيه، النقد الغير بناء طبعا او ردود الفعل السلبيه خلينا نسميها، هذه طبعا كل انسان ناجح يعني لابد. مش من المفترض انه يلتفت فيها. شيء اكيد. عايض، شو رايك في هذا الموضوع؟ ما زود كلام على كلام اخوي، بالعكس احنا جزء لا يتجزا من هال البرنامج، والمشاهدين هم البنيه الاساسيه للبرنامج، البرنامج منهم ولهم، لذلك نتابع نجاحات أول بأول، نتفاعل معهم أول بأول، وأرجو لهم التوفيق. هل تتفاعلون مع هذه الردود؟ هل أحد منكم يرد على هذه المشاركات أو هذه الأسئلة أو هذه التساؤلات أو هذه الانتقادات أو هذه الآراء الإيجابية؟ هل تتفاعلون مع هالشغلة؟ اسمح لي أحمد مداخلة، طبعاً برنامج بحجم برنامج البيت من الطبيعي أنه بعد كل حلقة يسعدنا أن احنا يكون فيه إثارة ويكون فيه آراء وطبعاً طالع، لكن نحن ما نرد على أساس ما تدخل في دوامة صح وخطأ. في النهاية هذا البرنامج قائم على الذائقة، قائم على الآراء، من الطبيعي أننا نختلف في وجهات النظر، ولكن اختلاف طبع الآراء أكيد ما راح يفسد للود قضية. ما في شك، قضيتنا هي الإبداع، قضيتنا هي التميز في هذا البرنامج، وفي النهاية طبعاً كل واحد له رأي، ما نقدر نفند او ندخل في خلينا نقول الامور هذه، لا طبعا. اذا بالفعل مسيره الابداع تبدا من هذه الساعه، من الساعه الخامسه، باطلاق الشطر اللي يحفز المبدعين للكتابه في هذا البرنامج. العوده لك يا بركات. عساك على القوه انت ولجنه الفرز والجوده، احييهم طبعا جميعا، جهدهم واضح، ولا شك ان رونق هذه الفقره اصبح اليوم في تفاعلك انت وياهم، وفي ناس اصبحت بالفعل تتقبل رايي. محمد خلف، مطلق بن شويه، هادي المنصوري، ناصر الهاجري، معيض عتيبي، عايض الحبابي، اكيد لكم متابعينكم ولكم انتم
الصف الأول أو حائط الصد الأول في استقبال الأشطر وأنتم قدها وقدود إن شاء الله. عموما أيضا في هذه الحلقة هناك إضافة جديدة، أو في هذه الساعة، الساعة الخامسة بالحلقة الخامسة طبعا في إضافة جديدة، وأن التكريم للفائزين سيكون إن شاء الله من خلال هذه الساعة لإعطاء فرصة أكبر للأشطر والجولات اللي راح تكون كوقت أيضا في الحلقة الساعة التاسعة، عفوا الساعة العاشرة والنصف، التاسعة والنصف في توقيت المملكة العربية السعودية. إذن مشاهدي الكرام، تقرير تويتر حاضر وطريقة المشاركة حاضرة، شوفوا هذا التقرير ونرجع مرة ثانية. بعد إرسال التغريدات عبر تويتر، تخضع مشاركاتكم لتقييم لجنة الفرز والجودة، ويتم تحويل أفضل الأشطر إلى لجنة التحكيم، وعلى مدى 3 جولات تحكيمية يعمل الحكام على تقييم كل شطر وبالتالي قبوله عبر الضغط على زر نعم. في حال تم اختيار الشطر من قبل 3 حكام على الأقل، ينتقل للمرحلة التالية ويظهر على الشاشة الفضية. وفي نهاية كل مرحلة تقييمية تختار لجنة التحكيم أفضل 4 أشطر للتأهل للشاشة الذهبية. الحين الكل صار يعرف طريقة المشاركة وخط السير، وين راح يكون ومن الفائز والجولات والتصفيات، وكل هذه الأمور أصبحت معروفة لكم. واللي مو معروف من اللي راح يحل مكانه إن شاء الله ويتربع على عرش الحلقات القادمة من فائزين، كلها راح نعرفها في مجريات الحلقات القادمة بإذن الله. لكن الحلقة الماضية كان معانا رابح، وأيضا كان هذا الرابح هو شاعر، ابن شاعر وابن أديب لا شك، الكل عرف من خلال اسمه سعود سليمان الفليح، معروف ان ابن سليمان الفليح الشاعر الاديب رحمه الله عليه، ونسال الله ان يجعله في جنات الخلد، اللهم امين. شوفوا هذا التقرير ونرجع مره ثانيه عن ضيفنا وفائزنا في الحلقه الماضيه. صوره معبره جدا 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 جدا، تبتسم مباشره من شوف الصوره هذه. الشاعر نظر للصوره وعملها شيء جديد، بيت مجنون، والشاعر اللي خرج فيه بهذه الفكره شاعر متالق ومبدع، يقول يا صبرهم برسا خاطوا جروح الدروب، ولما وصلوا لين اخر جرح صلوا عليه. سعود سليمان الفليح، ألف ألف مبروك، ابن الشاعر رحمة الله عليه والأديب سليمان الفليح. سعود يمشي على خطى ودرب أبوه، ألف مبروك يا سعود، وتستاهل إن شاء الله. إذن الفائز معانا هو سعود سليمان الفليح. سعود يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية على حسب ما فهمت. باسم مساك الله بالخير اولا، حياك الله، انت اخو الشاعر سعود سليمان الفليح وابن الاديب الراحل سليمان الفليح رحمه الله عليه، حياك الله. ما شاء الله انتم عيال سليمان الفليح كلكم شعراء تبارك الرحمن، يمكن الا انت تقريبا. لا لا شاعر. لا لا شاعر سمعنا الساعه الباء، ما شاء الله شاعر سمعكم. هذا اسرار. اولا خبرني سعود شلونه؟ والله ما عليه، ماشي مرافق. هو يدرس في أمريكا. ما شاء الله، شنو تخصصه؟ إعلام. إعلام تبارك الرحمن. وآخر من درى في الجائزة هو. شلون؟ لأنه كان بالطيارة لما جاء الخبر، بعدها ب5 ساعات درى. يعني هو شارك وطار. شارك وطار في الطيارة، هو يستلم شناطة فتح جواله فجت التهنئات. ما شاء الله يستاهل يستاهل. اللي عرفته أيضا أن سعود مديم على المشاركة في البرنامج باستمرار. طلع للشاشة الذهبية، وصل الأسبوع اللي قبل 100,000، والسنة اللي فاتت بعد شارك. ما شاء الله تبارك الرحمن، مجتهد والله يوفقه إن شاء الله. الله يوفقه ويوفق الجميع إن شاء الله، اللهم آمين. واحدة من حسنات البرنامج بعد الدكتور أنه كان في المطار وشارك، يعني أنت تحت أي ظرف في أي مكان تقدر تشارك، لكن تكون موصول بال
تويتر. طبعا انا في هذه اللحظات ايضا ارحب في هادي المنصوري عضو لجنه الفرز، ما خلى باسم ما اعطانا مجال، ما شاء الله اعطانا شيء وشيء ما حبينا يروح. طبعا هادي الله يعطيه الصحه والعافيه من لجنه الفرز والجوده، واليوم اصبحت لجنه الفرز والجوده هي من تكرم ايضا في هذه اللحظات الفائزين، ويستاهلون اللجنه ايضا يعطونهم هذه المساحه. المبدعين هذه لا يشرفنا، الله يخليك كرمهم. اذا عندك اي سؤال للباسم ترى ينوب عن سعود. حاضرين. الله يسلمك. بس ردة فعل سعود نفسه اول ما كلمته اكيد الدنيا قايمه عليه، اول ما سعود وصل الخبر كل العالم يدرون له، فخلص يعني لما كلم هو جت التبريكات يقول انا قاعد استلم شنطتي فجاني الخبر الحين. والله يوفقه ويشوفنا على الشاشه ويبريكه. يعطيك الف عافيه. هادي طبعا انت اللي راح تسلم، تفضل. هذا بالنيابه عن سعود، باسم راح يستلم هذه الجائزه. يستاهل. الف مبروك يا باسم، انت وسعود ان شاء الله، وننتظر جيد سعود في نهايه الموسم ان شاء الله باذن الله. الله امين ان شاء الله. ساعه مباركه، مبروك لك، الف مبروك، حياك الله. طبعا قبل لا تروح مستعجل، اصبر شوي، حار العنزي، اصبر شوي. نقول ايضا للساده المشاهدين معانا ايضا سيكون فائز ان شاء الله في هذه الفقره، وراح يكون هو فائز بالشطر. شوفوا هالتقرير عن الفائز بالشطر ونرجع معاكم. طبعا هو من الكويت، إذعار متعب الديري من الكويت، ونرجع مع بعض. علاج واحد ينفع لكل الجروح. ما في أحد ما ينجرح، أو ما في أحد ما عنده حزن، ما عنده بلاء معين، ولا بد بما ان في جرح في علاج. لكن وين الرابط بينهم؟ اليقين. متى ما صار عندك يقين انك اذا انجرحت ان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وطأة الالم تكون اخف عليك. علاج واحد ينفع لكل الجروح، يقينك ان الله اذا حبك بلاء. رحبنا فيكم وهلينا وقلنا مبروك لسعود سليمان الفليح ابن الأديب سليمان الفليح. وهني نقول أيضا أهلا وسهلا بذعار متعب الديري ابن الأديب والشاعر الكبير متعب الديري، حياك الله يا ذعار. يا أهلا وسهلا فيك. الظاهر الكل ابن الوز عوام، ها؟ ما يحتاج، الله يسلمك ويبارك فيك. حياك الله يا دكتور، ما في شك. واهلا وسهلا ايضا بمحمد خلف، يا مرحبا، عضو لجنه الفرز والجوده، هو اللي راح يسلمك. اذعار السعود كان اختلاف او مو اختلاف، لحظه نجاحه تاخرت في وصوله الى مطار محطه الوصول في امريكا، وبلغوه الناس ما هم تابع امام الشاشه، انت كنت امام الشاشه. شعور جميل انك تتابع شطرك من الشاشه الفضيه حلو للشاشه الذهبيه الى لحظه الانتصار على كثير من الاشطر. الله الله الله، انتصار معنوي كبير بالنسبه لي، والحمد لله الله وفقنا. وهذا انا امامكم احصد تستاهل عادي احصد يعني ابداعي في تكريمكم لك. يحق لك تقول ابداعك، لان بالفعل لو ما كان ابداعك الله يسلمك يا ذعار ما وصلت الى مسرح برنامج البيت. انا عندي ثلاث اسئله لكني ما ابي اسال، محمد خلف هو اللي بيسالك. تفضل. انا طبعا ابارك له ابو فيصل، انا مع المجتهد في المشاركه في هذا البرنامج، واعتقد بان ادعار من المجتهدين اللي كانوا يشاركون باستمرار. طبعا سالت دكتور عن رده الفعل، هذه انا بالنسبه لي اهم نقطه، وانا افتح لك المجال تسال السؤالين اللي عندك. لا سؤالي وبشكل سريع جدا، اليوم التنافس، انت تابعت شطرك من مرحله الى مرحله، إحساسك أو بمعنى أصح مشاركتك عادة في مثل هالحلقات السابقة، إن كنت شاركت، هل شاركت في الحلقات السابقة؟ أشارك بس في أوقات يعني متفاوتة، يعني أسبوع أشارك أسبوع ما أشارك. لكن مثل ما قلت لك إن بالنسبة للفوز شاطري ولا لا، الحمد يعني أني تابعته من الفضية للذهبية إلى لحظة الانتصار. كان عندك إيمان راح يوصل؟ أنا دائم عندي إيمان بإبداعي، ودائم عندي ثقة في اللي أنا قاعد أقوله، والله الحمد لله وفقني، والله الحمد لله. عسى الله يوفقك، تستاهل كل خير. الجائزة لك ومن يد محمد خلف. تستاهل تستاهل يا أبو فيصل، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نشوفك في التصفيات إن شاء الله، وتكون قد التحدي إن شاء الله، وتنتقل للنهائي إن شاء الله، والمنافسة تكون قوية إن شاء الله، وبإذن الله إني راح أوصل بلا شك لما يستحق. والحلو دكتور إن الفائزين في هذا الموسم شعراء، فأنت التصفيات والنهائي راح تضمن إنه راح يكون قوي إن شاء الله. بالتوفيق. أيضا هناك شهادة تقدير مقدمة لشاعر الشطر. تفضل. الله يستاهل. حياك الله.
استاهل يا ذعار، والف مبروك لك، اللهم امين، عساك من تعجل مثل بس باسم الفليح. لا 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 ما نعجل. بالتوفيق ان شاء الله. الف مبروك الاذعار لوصوله، والف مبروك لسعود سليمان الفليح. اذا عندنا تقرير، هذا التقرير يوضح آلية المشاركة ايضا، وراح ننجح مع بعض ان شاء الله في اطلاق الشطر لكم، لا تبعدون. في هذا الموسم من برنامج البيت، الوصول للنهائيات مختلف عن الموسمين السابقين، تحديان جديدان بانتظار الشعراء، مرحلتان من نصف النهائيات يتنافس خلالها الشعراء مباشرة في الأستوديو. المرحلة نصف النهائية الأولى ستشهد تنافس شعراء البيت الستة الذين أثبتوا تميزهم، وشعراء الصورة الخمسة الذين فازوا بفقرة شاعر الصورة على مدار الحلقات الست الأولى. وفي نهاية الحلقة يتأهل أفضل شاعرين من كل فئة إلى التصفيات النهائية. وبعد مرور الحلقات الست التالية يتجدد التحدي في مرحلة نصف النهائيات الثانية، وفي الحلقة النهائية يتنافس أفضل أربعة شعراء في فقرتي الشطر والصورة مباشرة على الهواء لكسب لقب شاعر الصورة وشاعر البيت. رجعنا، كرمنا الفائزين، ودائما راح تشوفون تكريم الفائزين إن شاء الله في الساعة 5 من خلال فقرة إطراق الشطر. هذه الفقرة اللي نتم إطلاق الشطر فيها هي الفقرة اللي ينتظرها العديد من محبي برنامج البيت. اليوم شطرنا صدر، والشطر عندنا، ويقول هذا الشطر كالآتي. أعطونا الشطر. الناجح في هالوقت تدري من؟ الناجح في هالوقت تدري من؟ هو عبارة عن تساؤل، ننتظر إبداعكم. اللي الناجح في هالوقت تدري من؟ وعلامة الاستفهام موجودة. الكتابة يا ترى كيف راح تكون؟ هذا هو شطرنا لهذه الحلقة، ومن الآن انطلقوا إلى تليفوناتكم والآيباد والكمبيوتر وين ما تبي من وسائل التواصل الاجتماعي، انطلق وروح واكتب وشارك في شطرنا اللي هو صدر. نبي العجز منك، والشطر يقول الناجح في هالوقت تدري من؟ عاد نكمل وين ما تروح. مني ايضا راح يكون تكمله الى وين؟ الى احمد البدواوي. حياك الله يا احمد. حياك الله يا ابو قيان، والله ان الشطر حفزنا ان احنا نكتب عليه، لان الشعراء عندهم نفس الحفوز. ها شعرانا، حد منكم يكمل الشطر؟ والله معيض كمله، سمعنا شطر من شوي. معيض اذا هو ناجح يا مطلق، معيض اذا هو ناجح. اذا هو ناجح مطلق، هذا الشطر تقييمك لهذا الشطر اليوم، او رايك في هذا الشطر؟ الشطر اليوم اللي يقول ناجح في هالوقت تدري من، هو على البحور الجميله اللي كتب عليها عده قصائد رائعه، واحط اشهر الطرق اللي استخدمت في المحاوره. أما عن الموضوع، هو يتكلم عن النجاح، والنجاح مطلوب في شتى مجالات الحياة، لذلك هو شطر مفتوح، يعني يتكلم لك عن أي موضوع، تقدر تتكلم عن أي موضوع، لكن أتمنى من الشعراء أنهم يبتعدون عن التكرار، نعيدها ونزيد، يبتعدون عن التكرار، يدورون المواضيع، كل واحد يكتب في موضوع، يدور الزاوية الجميلة الرائعة ويكتب فيها، والله يوفقهم إن شاء الله. بإذن الله، بإذن الله. إذا أبو قيان، دائما نبحث عن الشيء الخارج عن المألوف، والمبدع والرائع اللي يدهشنا في هذا البرنامج، وبالفعل نحن كأسرة هذا البرنامج أحيانا يصيبنا لحظة من الإدهاش عندما ننظر للأشطر اللي توردنا في عبر شاشات لجنة الفرز والجودة. عودة لك يا أبو قيان. مشكور يا أحمد، ومشكورين لجنة الفرز والجودة، يعطيكم ألف عافية. من الآن بدأت على أجهزتكم استقبال المشاركات، قواكم الله ويعطيكم ألف عافية. إذن مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج البيت، أطلقنا لكم الشطر، والوقت عندكم الآن متاح إلى الساعة 7 بتوقيت دبي، 6 بتوقيت المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج. يتسكر باب استقبال الأشطر والمشاركات. أتمنى التوفيق ثم التوفيق ثم التوفيق إن شاء الله لكل المشاركين. وبأنوه وأقول، ترى المشاركة ما هي حكر على أحد،
كل اللي عليك تروح تسجل بياناتك، وهذه معلومة مهمة جدا، سجل بياناتك الأول على الويب سايت، وبعدين روح ابعث مشاركتك متضمنة هاشتاغ البيت، وأيضا منشن لي اسم وأكاونت برنامج البيت وحط مشاركتك وتوصل. بهالطريقة تضمن أن مشاركتك توصل إلى أخواننا في لجنة الفرز والجودة. نقول لكم كل الشكر لكم ولمتابعتكم. نشوفكم إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا لا تبعدون. اليوم المنازلة بتكون أقوى والوقت أوسع. نشوفكم على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام حياكم الله، وأهلا وسهلا بكل من يتابعنا في برنامج البيت عبر دبي الأولى، وبرعاية ومنتاج مركز حمدان بمحمد لحياة التراث، وعبر أثير الإذاعة الأولى، وهي الإذاعة الأولى في التراث في دولة الإمارات ودول الخليج. فأهلا وسهلا بكل من يتابعنا، حياكم الله. اليوم إن شاء الله حلقة جميلة بإذن الله في جولاتها في الصورة وفي الشطر، أيضا من خلال هذه الانطلاقة وفي هذا التوقيت. ورحب لجنة الفرز، حياكم الله. اليوم الجهد كان عليكم جهد كبير، فيعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. وموفقين إن شاء الله. اليوم ما أطلقنا شطر، هذا الشطر صار عليه منافسة شديدة جدا، الله العالم ليش صارت هالمنافسة، لكن بنعرف من لجان التحكيم إن شاء الله. خلنا نذكركم في شطرنا لهالليلة شي يقول. شطرنا يقول: الناجح في هالوقت تدري من؟ الناجح في هالوقت تدري من؟ جاوب الكثير من الشعراء على هذا الشطر، وأرسلوا كل مشاركاتهم، ولجنة الفرز ما قصرت، عطت ما عندها من حكم وأرسلت كل المشاركات اللي نجحت واللي وصلت. إذن خلينا نشوف مع بعض، ولا شك كل حلقة نبدأ مع نبض الصورة ومشاركات نبض الصورة. شوفوا هالتقرير عن مسابقة نبض الصورة، وراح نروح نعلن الفائز ونقابل حكام الصورة. كل أسبوع تخاطب الصورة الآلاف من محبي الشعر، وكل أسبوع يجد حكام الصورة أنفسهم أمام أصعب المهام. رغم المتعة التي تكمن في فرز الأبيات، إلا أن وصول عشرات الآلاف من المشاركات تجعل لجنة التحكيم أمام تحدي لإبراز أجمل الأبيات وإيصالها للشاشة. هذا البيت جميل. لجنة نبض الصورة تستمر في الفرز من بداية إطلاق الصورة إلى آخر يوم في استقبال المشاركات. هذا بيت فيه صورة يفترض أنها متعوب عليها، فأنت تحتاج تقرأها مرة ثانية ثالثة قبل أن تنتقل إلى بيت اللي بعده. لما نستقبل المشاركات نستقبل أبيات من غير أسماء، قاعد نسعى للشعر فقط لا غير، في كثافة مشاركات، والشيء هذا يفرحنا. حلو. ولو يتعبنا يفرحنا. برنامج البيت أوجد للابتكار الشعري. يا سلام. والتحديث في المفردة والتحديث في الأفكار والصورة الشعرية. المشاركات اللي جتنا صراحة ردوا علينا الشعراء رد قاسي. 12 بيت ستتنافس فيما بينها بجمالياتها، وبحكم لجنة التحكيم راح يظهر معانا وصيف أول، وصيف ثاني، وشاعر الصورة. اللجنة من كذا ذوق كذا مدرسة، نبحث عن الجديد اللي يغرد خارج السر. أنا البيت العاطفي يستوقفني كثير.
سعود وحمود أحس عندهم الحب للشعر الكلاسيكي، لكن أنا من مشجعي وعشاق الشعر الرمزي. في نهاية المطاف، البيت النابض بشاعرية الصورة هو الذي يحظى بإجماع الحكام الثلاثة مهما تعددت أذواقهم. كل عضو همه أن يصل البيت الجميل إلى الشاشة. لما تكون في تحدي، في منافسة، في شاعر يتغلب على شاعر، هذا شيء مشوق للأمانة. الجمال يفرض نفسه، والبيت اللي يجمع عليه كل أعضاء لجنة التحكيم تأكد أنه هو البيت الفائز، هو البيت الذي يستحق أن يتوج بجائزة النصر. إذن بعد هذا التقرير، سحر الوصف عند لجنة نبض الصورة، ولجنة نبض الصورة حاضرة. نقول لهم مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بدءا بالكبير طبعا سنا ومقاما كلكم نفس المقام إن شاء الله. عوض بن حاسوم مساك الله بالخير. أنا ما زلت مصر أن يتيب جواز بن وهقة قبل. بن وهقة أصغر واحد فيكم أصلا. أتفق معك دكتور. حياك الله يا عوض. حياك الله. يا أهلا وسهلا فيك. طبعا بروح حق حمود. مساء الخير يا حمود. مرحبا بك يا دكتور. مساء عليك وعلى السادة المشاهدين. يا أخي ألوان عجيبة اللي تلبسها. هذا الكلام اللي أقوله العوض قال له مو بحلو. لا كلك حلا إن شاء الله. سعود الطاثوب حياك الله. يا مرحبا يا مرحبا يا دكتور. يا مرحبا فيكم جميعا. في الحلقة الماضية كانت هناك صورة أطلقت لي كل المشتركين والمحبين والمعجبين في نبض الصورة. هذه الصورة تظهر على الشاشة الآن، وهذه الصورة كتب عليها العديد من الأبيات. يا ترى كم وصل طبعاً عدد المشاركات؟ أنا والله اخترب العداد عندي. كان شاف إن بن وهقة فصل، والله فصل العداد، لكن وايد عدد كبير جداً وايد. يعني في كل حلقة أكثر من حلقة؟ يمكن حلقة الحرم كانت أكثر. كانت أكثر. أي نعم، أعتقد محافظة. يمكن لمقام الحرم يعني يمكن يشجع الناس أكثر. نعم. إذن في هالحلقة أيضا وصل عدد مشاركات كثيرة، خرب العداد عند الرابع مظهر من كثر ما يفرزون، لكن كل صورة لها كينونتها، وكل صورة لها محبينها ووصفها واستفزازها لمشاعر المشتركين. هناك مشاركات وصلت عديدة، تم حصر هذه المشاركات في 12 بيت. هل 12 نشوفهم على الشاشة مع بعض، وتم تصفيتهم من العديد من المشاركات. 12 بيت قررت لجنة الحكم إنها هي اللي يكون التصفية فيما بينها، فعطونا 12 بيت على الشاشة خنشوفهم، وخل يفرح كل خلي يفرح كل واحد وصل إلى الشاشة الذهبية، لأن كل الواصلين للشاشة الذهبية سيأخذون 10,000 درهم كتشجيع لهم. ولا شك أن هذه الصورة فيها فايز. عطونا الصورة 12 بيت. هذه هي 12 بيت على الشاشة الفضية، منها 6 راح تذهب الآن إلى الشاشة الذهبية، وهالستة هذيلي تميزهم في أنهم سيتنافسون ويطلع منهم وصيف أول وصيف ثاني وشاعر الصورة. 12 بيت، شاشة فضية، ننتقل إلى الشاشة الذهبية بالصوت والصورة وفرز 6 أبيات من 12 بيت. هذولي 6 أبيات. مجدافنا حرف الألف، وإحنا على التاء نقطتين، يا ما كسرنا الموج نبحث فيه عن باقي الحروف. أنا أحلامي بحر، واختي تبي تغرف بقلب الملح، عشان تخلي العين منياتي كل بحر حالي. كأن أشكالهم نسبة نجاح، وهالشنط صفرين تحدوا وابحروا لأحلامهم طفلين في المية. فوق نعناعة مروراً بالحياة ومرها، حرك السكر بمجدافك وتحلو الحياة. صاروا هم القشة اللي فوق ظهر الجهل، مع كل صبح يتنفس يقصمون ظهره. سواعدنا
تساعدنا على العلم وعلى المجداف، ونضحك لو خذانا الوقت بشراعه ومجدافه. الله 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 على هذه المشاركات، انقلني لهم. يلا صراحة اختيار موفق، والله يوفق الجميع. اللهم آمين. عوض، وصيف أول وصيف ثاني عندك اليوم، الوصيف الثاني يا عوض من هالست أبيات، والله وما لومك إذا احترت. أي والله ست أبيات يا أخي، مجانين من ذهب. ها؟ من ذهب، مجانين إبداع ما شاء الله عليهم، تبارك ما شاء الله عليهم. نحن نتمنى فقط الأشخاص والشعراء اللي ما توفقوا أنهم ما يفقدون الحماس في المشاركة إن شاء الله في الأيام الجاية، الجميل يوصل بالتأكيد. البيت اللي راح يكون وصيف الثاني، شاعر استخدم الأسلوب المواربة المعروف في الشعر العربي، اللي مثل قصيدة أبو نواس المشهورة: لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصة، خالصة كانت الجارية، فلما انتقدها الرشيد قال لا، نقصد لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على خالصة. هذا الشاعر أيضا استخدم يعني بيت وكلمة تقرأ على الوجهين مختلفين، معنيين بالضبط. وأيضا أدخل فيها نص قرآني أيضا له خصوصية خاصة. البيت يقول: صاروا هم القشة اللي فوق ظهر الجهل، مع كل صبح يتنفس يقصمون ظهره. رقم خمسة. رقم خمسة، ألف مبروك، ألف مبروك عطا الله ممدوح، ألف ألف مبروك لي عطا الله ممدوح، يستاهل. عطا الله حصل على 50,000 درهم، هو الوصيف الثاني لشاعر الصورة، والوصيف الأول عند سعود الطاثوب. سعود عندك الوصيف؟ عندي الوصيف الأول. أول شيء يا دكتور نشكر جميع الشعراء المشاركين، ومثل ما انت شايف الشاشة والاثناعش بيت جميلين جدا. الوصيف الأول اعتمد أو ما اعتمد، كان فيه سجع في أول بيتين، إلا اعتمد يا طويل العمر على على السهولة وعلى مثل كلنا نقوله يعني في مجتمعنا، كان بسيط ولكن عميق، مثل الصورة بسيطة وبراءة وأطفال لكن فيها عمق كبير. جميل. أي الوصيف اللي هو سواعدنا تساعدنا على العلم وعلى المجداف، ونضحك لو خذانا الوقت بشراعه ومجدافه. بشراعه ومجدافه، ألف مبروك حمود سرحان طيري، ألف ألف مبروك لحمود سرحان طيري. أنا ما أدري، كنت أتوقع أن هذا اللي راح يأخذ الأول، ما أدري ليش. عجبتك بشراعه ومجدافه؟ إيه، توظيف جميل ورائع، سواعدنا تساعدنا على العلم وعلى المجداف، ونضحك لو خذانا الوقت بشراعه ومجدافه. مبدع يا حمود انطيري، مبدع. والمبدع عند حمود بن وهقة أيضا، اللي راح يفصل في الأمر ويعلن من هو الفائز في هذه الحلقة. لا، لابس كرت أحمر واصل. إيه اليوم أبطرد من؟ والله مثل ما ذكروا الأخوان، الأبيات كلها رائعة جدا. جميل. هذا البيت اعتمد على التهوين، في الشعر دائما يكون عندنا التهويل، يعني أنا الموت الذي يأتي عليكم إلى آخره، وأنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواصة عن صدفاتي وإلى آخره. هذا اختصر الحياة كلها، اختصر الحياة كلها مجملها في مكان ضيق جدا، مكان أو شيء نباع على الصبح يوميا في كوب قهوة. هذا البيت الرائع جدا، هذا لأنه شعر عبقري، عبقري، والعبقري يبحث عن الابتكار والتفرد والتمرد على مسلمات الشعر اللي كلنا احنا عارفينها، الاتيان بشيء، هذا خط الخروصي خلاص، الاتيان بشيء مختلف. بس لا توقف، خلي وكل على الله. فوق نعناعه، مرورا بالحياه ومرها ومرها، حرك السكر مجدافك وتحلو الحياه. الف مبروك، ألف ألف مبروك، ألف مبروك لصاحب هذا البيت. والله إنه جميل أيضا، هذا ورائع البيت الاختيار.
خلنا نشوف الاسم قبل ولا؟ قبل نشوف الاسم نقرأ البيت. فوق نعناعه مرورا بالحياة ومرها، حرك السكر بمجدافك وتحلو الحياة، بسيط وسهل ممتنع. جميل جدا. نعرف من هو؟ نعرف من هو. أعطونا اسمه. متعب ضيف الله الشيباني، ألف ألف مبروك، ألف مبروك لمتعب ضيف الله الشيباني، ألف ألف مبروك. قول كمل غرد. نعناعه، مفردة نعناعه هي ممكن غريبة جدا أنك تجيبها في بيت شعري، لكنها مختلفة في نفس الوقت. نعناعه عطت طابع خاص للبيت. واحد، اثنين، مرورا بالحياة ومرها. هني يجي ناس ناقص بين مرورا ومرها. حركي السكر بمجدافك وتحلو، ما قالوا تجمل أو تصير أفضل إلى آخره، تحلو مع السكر راكبة 100%. ليش نعناعة؟ شو المقصود بالنعناعة هني؟ النعناعة اللي فوق الشاي ولا فوق؟ تشبيه ورقة تشبيه النعناع القارب بالقارب. أي جميل جدا. جميل يعني، عميق، رائع. الشاعر مبدع، مبدع مبتكر. إذن ألف مبروك لمتعب الشيباني لفوزه لا شك بشاعر الصورة للحلقة الخامسة. مبروك يا متعب، وعسى الله يوفقك إن شاء الله، ونشوفك الحلقة القادمة. وألف مبروك للوصيف الأول والوصيف الثاني وكلهم ما شاء الله اللي الباقيين بالشاشة الذهبية، غير الثلاثة هذولا اللي خلينا نقول السبعة الباقين كلهم حصلوا على 10,000. إذن هاي أيضاً هم فايزين وربحانين، واللي ما حالفوا من حظ يشاركوني إن شاء الله في الحلقات القادمة، لأن الآن سنطلق صورة للحلقة القادمة. شوفوا معانا الصورة للحلقة القادمة. طبعاً الاختيار كل أسبوع يقع على إحدى الصور التي لاقت صدى ضمن مبادرة حمدان بن محمد للتصوير، التي شارك فيها مصورين من 173 دولة في إطار مسابقة حمدان International Photography Award اللي هي يسمونها هيبا. هذه الصورة، وتكلم يا قلم، قولوا عوض، سولفوا. لا يقول بسيد، بيكتبون عليها حزينة. أوكي، أنا طبعاً تحمل أشياء كثيرة جداً، تحمل البؤس، تحمل الدمار، تحمل اليأس، لكن أيضاً شكل الطفل يعني يبعث أيضاً على الأمل. فأعتقد لا نأخذ الجانب السيء والأسود من الصور، أيضاً ممكن الإنسان يبعث أمل في الصور القاتمة اللي مثل هذه. نعم، إذن ما وراء على قولتهم العود قعود، وما وراء الوصف وجمال الصورة استمرار إلا في كتابتكم. لكل المتحفزين مثلي الآن، أنا متحفز لاستكمال الحلقة وطاير رايح بحماس شديد، روح وعيش مع الصورة، وعندك لجنة تحكيم راح تنصفك إن شاء الله. نقول إن شاء الله للقادمين فالكم التوفيق، وشكراً لحكام الصورة، شكراً لعوض بن حاسوم، سعود الطاثوب، حمود بن وهقة، ما قصرتوا ووراكم مشوار طويل إن شاء الله، قواكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل ميدان آخر يشوفني وأشوفه بنتفاصل فيه على اختيار الشطر. وشطرنا الحلقة اليوم يقول الناجح في هالوقت تدري من، هذا اللي بنعرفه. تدري من راح يفوز؟ راح نعرفه هناك. روحوا وارجعوا لنا. أسعد الله مساكم من جديد، وأسعد الله أوقات لجنة الشطر. رجعنا بعد الفاصل ونرحب بلجنة الشطر، حياكم الله جميع. مرحبا ومسهلا مدغم أبو شيبة، حياك. مرحبا يا أبو قيان. يا مرحبا ومسهلا محمد المر. مرحبا يا دكتور، حياك الله. مبارك الخليفة. يا مرحبا يا دكتور، الله يمسيك بالخير. مسيت بالنور ومثله. مساء الخير أبو طلال نايف الرشيدي. مساك الله بالرضا يا دكتور، صحتك شلون اليوم؟ لا طيبة بالشيء. عسى عسى عسى، حياكم الله جميعا. و في انتظاركم مهمة صعبة، والمهمة هي الاختيار وإخراج رابح واحد للشطر. ونقول على بركة الله، مستعدين يا أخوان؟ بسم الله، توكل الله. توكلنا على الله. إذن سريعا إلى الجولة الأولى، ونقول توكلنا على الله. إلى الجولة الأولى. اللي تعلم من خطأ غيره. نعم صحيح. الله
اللي وصل لقلوب كل الناس. من بات لا ظالم ولا مضروب. يا حظه. الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي تعلم من خطا غيره، اول شطر يصل والشطر الثاني اللي وصل لقلوب كل الناس. من بات لا ظالم ولا مظلوم. اللي يحبونه بني عمه. إيه ما يشاف الرجل بالعين الوسيعه لنا شلون لنا عيال عمه. غير لما فزع العيال عمه. هذا يشبه بيتي انا من قبل. ايه اعطها دنياك تعطيك اخرتها. نعم. اللي تشيد الناس باخلاقك. بعد اللي كلام الناس ما همه. الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي كلام الناس ما همه. اللي كلام الناس ما همه يرحل ولا ما يرحل؟ اللي كلام الناس ما همه يجوز؟ اللي تم ترحيله هو اللي تشيد الناس باخلاقه. اللي صلاته ما يخليها. سرك حاله اللي صلاته ما يخليها. نعم. ستة أشطر على الشاشة. اللي تاجر في رضا ربه. اليوم تكررت. اللي تاجر. اللي متاجر قصده يعني أنه يبيع ويشتري في الخير والرضا بس. نعم. اللي خسر ولا خسر نفسه. بعد حلو. يجوز. نعم. تكرر لفظ اللي. إيه. اللي خسر. إيه. اللي يشجع. لأن هذا السؤال. لأن هو سؤال يا أبو. من هو؟ هو سؤال. اللي كذا. لازم في. لا طبعًا ما يعيب ما يعيب. ما يعيب. ما يعيب. يشجع نفسه بنفسه. هذا وحيد من هو يشوف ان الفشل دافع للنجاح. يقصد اللي بيفرح لو نجح غيره. بعد جاها من زاويه ثانيه حلوه وفيها اثار. الابتعاد في هذا فيها اثار. من لا يسل. الناجح في هالوقت تدري من؟ من هو يشوف ان الفشل دافع غيره. من لا يسلم عقله الغير. صحيح. اللي يفك الناس من شره. اصنع قناعات. اسوي شر. هذا مسالم. المؤمن من هذا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذا ما اعرف مطلق بن شوية على شيء صنع. اللي صنع له شيء من لا شيء. جميل. بعد حلو. ممتاز. هذا صحيح. هذا انجاز يعتبر. من يسلم المسلم من لسان ويده. هذا اقتباس. الحديث تونا نذكر من سلم المسلمون من لسان. لا بيض الله وجيهم في الجوله الاولى. جميل. لا بيض الله وجيهم. انتهت الجوله. جوله اولى حصيلتها رضا لجنه التحكيم من البدايه. راضين شكلكم؟ طبعا. الاختيارات شنها كانت على قد. مقنعه يا دكتور. مقنعه. نعم. قواكم الله. الله يقوي. الحصيلة 12 شطر على الشاشة الفضية. عطونا الشاشة الذهبية. خلنا نختار لنا أربعة أشطر يرحلها أربعة حكام في لجنة الشطر إلى الشاشة الذهبية. محمد المر. أبو مروان. مرحبا يا دكتور. فديتك. هلا والله. اختيارك وين؟ الناجح في هالوقت تدريبه. الصدر. صدر البيت كان تساؤل. لكن فاتح الابداع على مصراعيه. حلو. تنوع الردود هذا دليل ان شعر اخذوا راحتهم في التعبير يمكن عن نظرتهم للشطر لصدر البيت. اللي يقول اللي اهدى دنياه لاخرته جميل يذكرني ببيت وصلنا قبل في المواسم اللي طافت وفاز ايضا. وصلت بن سعيدان نجم الموسم الاول. نعم نعم. الناجح في هالوقت تدري من؟ نعم. وين يا ابو مروان؟ اللي صنع له شيء من لا شيء. 12. 12 اللي صنع له شيء من لا شيء. اختيار محمد المر على الشاشه الذهبيه على طول. مبارك الخليفه. يا مبارك. انتقل شطر محمد اللي اختاره والله العالم لمن هو هذا الشطر واصبح على الشاشه الذهبيه. واول شطر ياخذ في حلقه اليوم 10,000 درهم اماراتي لانه وصل فقط الى الشاشه الذهبيه. الله العالم يكمل يسوي مثل ما قال اذعار يراقب صاحب هالشطر شطره الين يوصل الى النهائي. الله العالم. الحكي عند مبارك الان. مبارك الناجح في هالوقت تدري من؟ تدري من؟
وعلمنا من سيذهب إلى الشاشة الذهبية. رقم واحد اللي تعلم من خطأ غيره. رقم واحد اختيار مبارك الخليفة اللي تعلم من خطأ غيره. روح إلى الشاشة الذهبية يا هالشطر، وراعيه أيضا راح يراقب نايف الرشيدي الناجح في هالوقت. تدري من؟ ذقت يا دكتور، حطت يديها بيدين شطر رقم 10 واخذت الشاشة الذهبية. من لا يسلم عقله لغيره. من لا يسلم عقله لغيره، في حكمة. الناجح في هالوقت تدري من؟ من لا يسلم عقله الغير، اختيار نايف الرشيدي، وإيده بيد نايف الرشيدي، ونايف الرشيدي قال له روح بترشيحي إلى الشاشة الذهبية، ومبروك عليك 10,000 درهم مؤقتاً، قد تتضاعف هذه الجائزة. مدغم أبو شيبة دائماً في حيرة من أمره. يا أبو فهد سم مني غدا الشوق. يا أبو فهد الناجح في هالوقت تدري من؟ شكلك محتار يا أبو فهد. رقم 8 حلو لولا أول كلمة، يعني أنا ما أدري وش اللي جابر وش فيها؟ وش اللي جابر الشاعر على أول كلمة؟ من هو يشوف إن الفشل دافع؟ إيه؟ راكبة يا أبو فهد، راكبة، بس الكلمة الأولى ما هي بشاعرية، مفترض إنه يقول اللي على طول مباشرة، اللي يشوف إن الفشل دافع. وش غيرت في المعنى طيب؟ من هو يشوف إن الفشل دافع؟ من هو يشوف إن الفشل دافع؟ دخل في أمور مفترض إنه هي من الكلمة الأولى، إنه يستغني عن الكلمة الأولى ويقول مباشرة اللي يشوف إن الفشل دافع. يمكن زيادة للتأكيد أبو فهد. زيادة للتأكيد، بس أنت تتكلم، أنت تخاطب ناس شعراء، ما تخاطب ناس ما يفهمون الشعر، ما يحتاج إنك توضح وتحط، معروف الشعر معروف. طيب ومخاطبة الجمهور اليوم وذائقتهم ما تدخل في عين الاعتبار أبو فهد؟ طبعاً تدخل في عين الاعتبار، لكن الجمهور على وعي وعلى اطلاع دائم بما يدور. من اللي أكبر من هذا يا أبو فهد الحكم لك، ما نقدر نتدخل. عموماً طال عمرك. الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي تشيد الناس بأخلاقه. اللي تشيد الناس بأخلاقه. 5 اللي تشيد الناس بأخلاقه. إذن مدغم عقب حوار وسجال أخذ ورد روح وتعال وعلامات التعجب على وجه المر، ومبارك الخليفة ونايف الرشيدي برضا. وبيان تدري كلمة ايه؟ تفرق وحرف يفرق. يفرق والله. ايه والله أهل مكة أدرى بشعابه يا أبو فهد. طبعا البحر أنا رجل محاورة. ها وأبو فهد يمكن خذها من باب المحاورة. أنها أنا أقول لأبو موسيقى، يمكن موسيقى. أقول لأبو عبد الله وش رأيك طال عمرك أنها تركض التحكيم وشعره النظم ونتجه المحاورة، نرتب مع صفوف الصوتة مع القصير ونصير طال عمرك شعراء محاورة. بس أحزاب هم، ما أنت بأي حزب فيهم. والله لو عندي وقت حق المحاورة أحزاب، لكن نقول خلنا مع وصل العطياني والدب سلطان الهاجري، نبي ننجح. أنا لو عندي وقت كان خليتها محاورة بينكم. لا ما تصلح، أنا ما عاد ألعب معه أبد. مع مبارك زين الهدوء زين. نايف مبارك استخدم نايف استخدم نايف رجال أبياته حلوة. مبارك استخدم جسمه حتى في المحاورة. عساكم على كل واحد يا دكتور له قناعاته، له رؤياه، له رؤيته في 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 تحليل الأشطر، في تحليل الـ 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 الكلمات. يعني ما مدغم ومحمد ومبارك كل واحد له رؤية وله رأي في 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 التحليل. ما في شك والذائقة تحكم يعني، وفي الأخير الجمهور يحكم يعني. أنا قلت قبل شوي أنت في النهاية حكم. الشاعر دكتور ما يقدم رأي، الشاعر يقدم رؤية. الشاعر ما يعبر عن حياة، شاعر يخلق حياة، يخلق الله. حياة شعرية ويخلق حياة بشعره وبذكائه وبفطرته وبدهائه وفي في تفاصيلها الشعرية. يعني أنت ما تقدر تركز على خطأ معين في شاعر وتحاسب على شطر وفي في في كلمات جميلة تلغيها من ذاكرة الشعر ومن ذاكرة الشعراء. أنا أقول إن الشعر حالة استثنائية في كل التفاصيل في كل الحالات. الشعر لا يمكن إنك تأطره في 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 حدود أو قوالب. الشعر للشاعر المجنون. الشاعر المجنون هو من يكتب الشعر ويخترق القوانين وينسف كل المعتقدات القديمة والبالية. هذا قواك الله. الله يسلمك. مشكور. إذن نتجه سريعا إلى 4 أشطر
على الشاشة الذهبية يقول هالأربعة أشطر: الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي صنع له شيء من لا شيء. والناجح في هالوقت تدري من؟ اللي يتعلم من خطأ غيره. والناجح في هالوقت تدري من؟ من لا يسلم عقله لغيره. والناجح في هالوقت تدري من؟ اللي تشيد الناس بأخلاقه. وعسى الله يجملنا بخلقنا وأخلاقنا، اللهم آمين. معاكم يا جمهورنا الكريم، أربعة بتلحقها أربعة بعد الفاصل للجولة القادمة، لا تبعدون، خلوكم معانا. اشتدت، روحوا. جولة الحماس لا زالت مستمرة، جولة أولى طلع منها أربعة أشطر، الآن في الجولة الثانية نبي بعد أربعة أشطر. ابعثوا يا لجنة الفرز واستقبلوا يا لجنة الشطر. سريعاً إلى جولة وعلى بركة الله، بسم الله اختاروا. الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي يفكر قبل لا يفعل. قبل لا يفعل، صحيح. أول شطر يصل إلى الشاشة الفضية. اللي غلب خير، اللي غلب خير على شره، خير على شره. أحيه الله الله، اللي غلب خير على شره. اللي فشل، وأنا يقصد اللي فشل لكن قدر ينجح، يقصد اللي تعثر يعني. إيه تعلم من أخطائه. بعد المنتصر دايم على ذاته. جميل جميل، هذا اشتغل الشطر كامل. إيه هذا يعني ما قال اللي وكذا، قال المنتصر دايم على ذاته. هذا اللي أنا أقول قبل شوي على الشاشة الفضية، استغل بالحرف. نعم نعم، وهذا كامل الشاعر هذا. المنتصر دائم على ذاته، الشطر نعم. اللي وصل، اللي معلق قلبه برب ربه، برب اللي معلق. مؤمن هذا المؤمن، اللي معلق قلبه، اللي فوقها شخطتين ذي معلق ولا معلق؟ أنا معلق. معلق. إيه أنتم عاد اللي تقرون واجد. إيه أنت اللي تعلق، بس ما اللي بعلق. اللي تبع سنة رسول الله ونعم بالله. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. اللي يشوف ان الفشل فرصه، فرصه للتعلم اكيد. صحيح، تعلم من اخطائه، تعلم من اخطائه. صحيح، الفرصه لمراجعه نفسه ايضا. مستقيم المنكسر لله، هو النجاح. هو مروان مجموعه من التجارب الفاشله. صحيح، ثمانية اشطر على الشاشه. اللي فشل في نظره الفاشل، اللي يشوفه الفاشل، اللي يشوفه فاشل اسمه هو بدليل النجاح. اللي قدر بعد الفشل ينجح، ينجح. يعني ما انكسر من فشله، إيه؟ بالعكس كان دافع للنجاح. اللي قدر بعد الفشل ينجح. إيه. هذا جميل، اللي من لا صعد كتف وحسد ناجح. نعم. حسد ناجح ممتاز بعد، يعني يقصد اللي ما حسد الناجح. إيه. ولا صعد على كتوف المتسلق يعني. إيه. تقاطع. إيه. جميله بالضبط ابوي. ايضا هني نلقاه اشتغل كل اللي قدر عليه في الشطر هذا، واللي ما قارن نفسه بغيره. 11 شطر. اللي يحب الناس وتحبه، هذا يقضى الناس غايه. هذا ما تكلف وايد، ناظر دبي وتعرف الناجح. جميل. نعم، ناظر دبي تعرف الناجح بعد. صح، توظيف حلو البيت هذا. اللي لجن نفسه، حرم نفسه من وش؟ حرمت نفسه، هذا إيثار. لو قال اللي لجل غيره حرم نفسه. إيه؟ ليش ما قال لجل غيره؟ من يترك المخلوق للخالق. إيه؟ نجاح الله. من يترك المخلوق للخالق، هذا مأخوذ من المثل اللي يقول دع ذر الخلقة الخالق. اللي على كل الأرض، اللي على كل الأرض له بصمة. 15 شطر على الشاشة الفضية أيضا، ما شاء الله تبارك الرحمن. الناجح في الوقت تدري من؟ آخر شطر وصل، من يترك المخلوق للخالق. 15 شطر على الشاشة الفضية، نبي منهم أربعة. ما شاء الله العدد اللي وصل دليل على أنه هناك تفاعل كبير، وهناك أيضاً انتقال للجنة التحكيم في ما هو جميل مما وصل. نايف الرشيدي،
عندك ترحيل أول شطر للشاشة الذهبية. أعطونا الشاشة الذهبية. نلبس النظارة. وين يا أبو طلال؟ والله فيه كذا شطر يا دكتور. عندك يعني الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي ينطلق من فرصة إن كان الفشل اتخذ من الفشل نجاح، وأنا أعتقد إن رقم 7 هو اللي يناسب الشطر والتساؤل، اللي يشوف إن الفشل فرصة. اللي يشوف إن الفشل فرصة رقم 7 اختيار نايف الرشيدي. إلى الشاشة الذهبية محمد المر. حيرة نايف عطتكم وقت تقرون. جميل البيت هذا على بالي والله من شفته على الشاشة وطلع. على بالي شعر البيت هذا استغل كل المفردات عشان يعبر عن الصورة اللي هو يبغي يوصلنا لها. فمثل ما قلت قبل تكررت كلمة اللي عمل كذا، اللي نظرتك كذا، هذا تنازل عن موضوع اللي وقال على قولتهم الزبدة من نظرته هو الشخصية. حلو. من لا صعد كتف وحسد ناجح. رقم 11. رقم 11 اختيار محمد المر. من لا صعد كتف وحسد ناجح. مبارك الخليفة. الناجح هالوقت تدري من؟ تقول يثور ان في خضم هالدنيا اللي فيها فتن وفيها كثير من الأمور. صحيح. أن النجاح رقم 6 اللي اتبع سنة رسول الله. رقم 6 اللي اتبع سنة رسول الله. اختيار مبارك الخليفة. 3 أشهر ترحلت إلى الشاشة الذهبية. اللي باقي مدغم أبو شيبة أبو فهد. مرحبا دكتور. مرحبا بك أكثر. طبعا البيت رقم 1 والبيت رقم 14. شطر الأول والشطر رقم 14. إيه رقم 14. رقم 14 أعطاك نموذج على السؤال اللي أنت سألته. أنا الناجح. الناجح في هالوقت تدري من؟ ناظر دبي وتعرف الناجح. هو صادق. يعني كشاهد عيان على النجاح. حلو. لكن أعجبني أكثر منه البيت اللي فيه حكمة اللي طال عمرك اللي هو رقم 1 اللي يقول اللي يفكر قبل ما يفعل. هذا رجل يدل أن عنده دراية وعنده طال عمرك خبرة في الحياة في التجارب. يفكر قبل ما يفعل، هل الأمر ذا يناسبه أو ما يناسبه، ويتبع قول العجلة في الندامة. نعم. فأنا أروح مع البيت رقم 1. الشطر الأول اللي يفكر قبل لا يفعل. الناجح في الوقت تدري من؟ اللي يفكر قبل لا يفعل. 4 أشطر راحت إلى الشاشة الذهبية. صارت الشاشة الذهبية مكتملة ب8 أشطر. هالثمان أشطر موجودة الآن على الشاشة الذهبية. إذن اللي متبقي لنا جولة واحدة وعلى وجه السرعة راح ننتظر يا ترى من يكون اللي لاحقين في الجولة القادمة. بعد الفاصل راح نعرف. روح وتعال.
رجعنا لجولتنا الثالثة. في هذه الجولة رح يكتمل عقد 12 شطر على الشاشة الذهبية، يعني آخر جولة سيتم الاختيار والترحيل فيها، بعد ذلك راح يختارون منو الفائز، وهذه بعد عندكم وعندي. خلونا إلى الجولة القادمة، يا ترى كم شطر راح يترحل للشاشة الفضية، وإحنا عارفين كم راح يروح إلا إذا الأقدار شاءت لشيء آخر. روحوا سريعا إلى الجولة. ناجح في هالوقت تدري من؟ من يقول الناس؟ من لا يقول الناس وش قالوا؟ من لا يقول؟ من شاف غلطاته؟ نفي نفي. من شاف غلطاته وصححها. صححها. بعد. صحيح. اللي تزيده طيحته قوة. جميل. اللي تزيده طيحته قوة. شلون تزيده؟ اللي تزيده طيحته قوة. إذا طاح ما يعطيها ما يحبط يعني. دافع للقوة والنجاح. تزيده يعني. هي. من راقب الله قبل خلق الله. نعم. بعد صح. اللي يعرف شلون يحسبها. هذه بعد نظرة. هذا دبلوماسي ده. يعرف من أين تؤكل الكتف على قولتهم. من قدم القادم على الماضي. رؤية مستقبلية يعني. تفاعل. لا كبر. ثلاثة أشطر والرابع وصل إلى الشاشة الفضية، أربعة أشطر آخرها اللي يعرف شلون يحسبها. هذا بعد حلو، من يعتبر من تجربة غيره، يشبه اللي نفس طلع قبل تكرر أكثر من مرة. المعنى بس الصياغة مختلفة. الصياغة مختلفة لكن المعنى متشابه. بعد عندك بعد ما نعيبه. اللي منها نجح وأصل. عز الله صادق بعد حلو. وصلت النجاح صعب. أصعب. نعم. أصعب من نجاح روح اللي ليمنه نجح واصل اللي يبيض وجه من جابه أبوه يعني وصادق. الله يبيض وجهكم جميع وجهك اللي يبيض وجه اللي يبيض وجه من جابه هذا شكل القحطان لا وضع سقف من لا وضع سقف الطموحات لا مو على كل حال صادق لا الطموحات اللي جروحه واقعية يعني. تصنع صروحه حلو حلو تسعة أشطر على الشاشة الفضية الناجح في الوقت تدري من معنا حلو من لا وضع سقف لطموحاته آخر شطر وصل إلى الشاشة الفضية اللي روحه تصنع صروحه أيضا خاف أعلمك وتقلدني هذه فيها نذالة هذه سر الخلطة إيه سر الخلطة ما بيعلم أحد اللي عليه ندور الزلة الله بعد حلو هذا ينظر بعين ال إيه الناس دائما تدور عليه الزلة أحلى شيء هذا هو اللي يشوف عيونك الحلو اللي يشوف عيونك الحلو هواوي المأخوذ وراء كل رجل عظيم امرأة وهذا أحلى وأحلى الحاكم اللي شعبه يحبه هذا نعم هذا محبوب بعد الحيوان هذا غلط اللي يعرف اللي يعرف الناس صح. أنا ألبي رغبات الناس ولا ولا أشوف شغلي خلصت الجولة الحصيلة 13 شطر أيضا اليوم ما شاء الله عليكم تبارك الرحمن الأولى كانت تعتقد 11 والثانية 14 أو 15 والحين 13 ثرية بالشعر هذا إن شاء الله هذا دليل على أن الشطر استفز اللي وأتى اللي ما شاء الله عليهم طال عمرك اللي هم المشاركين نعم ما خلوا زاوية ما كتبوا فيه ما جو معها هذا أجمل ما في شطر اليوم أن طال عمرك الشعراء استثمروه من كل زاوية نعم فنتج عنها أشياء حلوة تشكيل جيد جميل إيه وطلع منها فوائد كثيرة أهم شيء أنكم راضين على الوصول والذائقة الله يعطيهم العافية اللهم آمين قواهم الله إذن عطونا الشاشة الذهبية وبخلال الشاشة الذهبية بنعرف وبنختار محكمة تطق ها يلا هذه الشاشة الذهبية مبارك الخليفة يا مبارك وين أنت رايح الناجح في هالوقت تدري من يا مبارك أنت يا بركة الله يسمع منك بغيت أقول لك شاطر بس أنت
الناجح في هالوقت تدري من؟ هي تعريف الناجح من هو وليش؟ فأعتقد إن اللي يجاوب ويفند جوابه ليش يعني؟ وش السبب؟ وش السبب؟ فهذا جابها بكل الأبواب، بكل ما حدد باب واحد. رقم 4 الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي يعرف شلون يحسبها. اللي يعرف شلون يحسبها. اختيارك؟ اختياري. رحل. اختيار مبارك. هذا كان اختيار مبارك نايف الرشيدي أبو طلال. الناجح في هالوقت تدري من يا نايف؟ دكتور، تعريفات النجاح تختلف من شاعر إلى شاعر ومن شخص إلى شخص باختلاف الأحداث والتجارب والظروف. الشطر يطرح تساؤل وسؤال مهم. الناجح في هالوقت تدري من؟ لابد من إجابة مقنعة ومنطقية شعرياً. أنا أقرأ يعني من خلال وجهة نظري، أقول مثلاً أنك أنت الناجح هو اللي تجاوز عثرات الماضي ويقبل على المستقبل في رؤية مستقبلية قادمة. أنا أختار رقم 5، من قدم الماضي على من قدم القادم على الماضي. من قدم القادم على الماضي. اختيار نايف الرشيدي. وفق مبررات ووفق قناعات ووفق حكم وذائقة أيضا في كل محاورها، نايف رحل هذا الشطر اللي يقول من، شو يقول يا نايف؟ من قدم القادم على الماضي. على الماضي. نعم. يعني محمد تجاوز الماضي. ها؟ تجاوز الماضي خلاص. شاف حياته. نعم. إيه يعني خلاص اللي راح راح. نعم. هذا اللي قصده يمكن. وين نروح؟ المر. يلا يا محمد. عيبتني التقاطت هذا الشعر ذكي، لأنه ما وضع للنجاح حد حدود، وحتى تجارب غيره استفاد منها، سواء تجارب الفاشلة أو التجارب الناجحة. نعم. الناجح يزيدك نجاح، التجربة الفاشلة تحاول أنك تتجنبها. الناجح في هالوقت تدري من؟ من يعتبر من تجربة غيره. السادس الناجح في هالوقت تدري من؟ من يعتبر من تجربة غيره. مدغم، هذا اختيار محمد ورحله. باقي شطر في اختيارك يا مدغم يا أبو فهد. في هالشطر راح نسكر الباب وننتقل للجولة الأخيرة. يقولون الشيبان دائم لعيالهم، يقولون يا ولدي ما تلقى أحد أصدق لك من أبوك. صحيح. فيوم يرضى أبوك عنك وش دليله؟ دليله أنك مقدم شيء طيب وفعلك طيب. وفعلك طيب. نعم. ما والوالدين بحد ذاته ما اختصرها. فأكيد الناجح ما رضى أبوك عنك ولا طال عمرك طال راسه بين الرياجيل إلا أنت مسوي لك شيء يستاهل. نعم. الناجح في هالوقت تدري من؟ اللي يبيض وجهه من جابه. اللي يبيض وجهه من جابه. رقم 8 اختيار مدغم أبو شيبة. أبو فهد في اختيارك هذا رقم 12 وصل، ومن خلال هذا الاختيار نقول اكتمل العقد في 12 شطر على الشاشة الذهبية. إذن هي 12 هذولا كلهم آخرتها اللي يقول اللي يبيض وجه من جابه. الناجح في هالوقت تدري من؟ التكملة والفايز بعد الفاصل. اللي عندنا 12 واللي راح يختارونه واحد، وضيفنا القادم صوت جميل راح نشوفه بعد الفاصل مع الزميل أحمد البدواوي. طبعا هذا منشد رائع محمد البادي، نقول له حياك الله بعد الفاصل، لا تبعدون راح يكون في اختيار.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم والصوت الجميل، الصوت العماني الرائع محمد البادي، منشد صوته جميل جدا مع الزميل احمد البدواوي. حياكم الله. يحييك يا ابو قيان. اذا مسيره الابداع مستمره في هذه الليله من خلال تواجد هذا الشاعر قبل ما يكون راعي شله، محمد البادي. حياك الله يا ابو سعيد. الله يحييك ويسلمك يا ابو شهاب. انا سعيد جدا بوجودي في برنامج البيت، هذا البرنامج الكبير واللي يضم الكثير من الشعراء على مستوى الخليج العربي، ونحن سعداء ايضا بتواجدك. الله يسلمك. بالامانه مكسب وجودي في هذا المكان. والله ونحن نتشرف بوجودك اليوم يا ابو سعيد. الله يشرف مدارك. ابو سعيد، اليوم الشله او الشيله في بعض دول الخليج يسمونها الشيله، وان تشابهت في بنقول احنا مسماها ومعناها، الا ان لابد انه يكون في بعض الفروقات الفنيه تصور من منطقه لمنطقه على مستوى دول الخليج. بالنسبه لعمان والامارات في موضوع الشله متقاربين جدا، والفنون فن الشله بالتحديد في عمان والامارات يقدم بنفس الطريقه، ولكن في دول الخليج في السعوديه، في المملكه، وفي قطر، وفي الكويت، في الخليج بشكل عام يفرق معاهم موضوع الشله. نحن كعمان والامارات الشله عندنا عباره عن شخص يؤدي الشله، يغني الشعر بنقول بطريقة معينة في بحور معينة بدون دخول أي إيقاع أو دخول أي مؤثرات صوتية. هل يعتبر دخول الإيقاع في هذه الشلة يعني خلينا نقول يغير من معناها؟ بالنسبة لنا نحن في عمان والإمارات تعتبر مش شلة، تعتبر ممكن تكون رزفة مثلا يؤدونها مجموعة يدخل فيها إيقاع ويدخل فيها مؤثرات. أما كشاعر يؤدي شلة، الشلة عندنا في عمان والإمارات هو صوت الشاعر فقط دون اي مؤثرات. جميل أخرى. وانت صوتك الجميل اللي دائما يتحفنا يا ابو سعيد، شو محضرنا الليله؟ والله اليوم في قصيده للمغفور للشيخ زايد رحمه الله عليه. الله يرحمه ويغفر له. في قصيده يقول: الله اعطانا خير وانعام. انعام. ونسمعكم ان شاء الله انها تنال اعجاب الجمهور. عندك يعني. المايك عيني يا ابو سعيد. الله اعطانا خير وانعام، والحمد لله واجب علينا، اللي عطانا ايمان والهام، من فضله الضافي عطينا. واليوم صارت جنة احلام، تزخر بفل وياسمينا، ودام الوطن تخطيط ونغام، زان وتزخرف وببهينا. دولة تطور عز واسلام، بين الأمم دولة بنينا، والشعب متهني بالأنعام، ومرتاح في هذه السنين. هذه جهود أعوام وأعوام، نسعى لمجد لعنينا، شامخ وفيه ترف الأعلام، ونسعى لصالح المسلمين. شامخ وفيه ترف الأعلام، ونسعى لصالح المسلمين. ننبذ لذي واشي ونمام، ونترك كلام الواشينا. والله عطانا خير ونعام، والحمد لله واجب علينا، اللي عطانا ايمان والهام، ومن فضله الضافي عطينا. الله الله يا ابو سعيد. الله يا ابو سعيد. الله اعطانا خير ونعام، الله ملك الحمد على الخير صح وعلى النعمه يا ابو قيان. واحنا نقول يمكن اكبر هذه بنقول احنا الانعام اللي مرت علينا في دوله الامارات كان والدنا الشيخ زايد رحمه الله عليه. الله يرحم زايد والله يحفظ قائدنا خليفه ويحفظ هذه الدار واهلها باذن الله. ابو قيان، عوده لك. اول شيء قواك الله يا احمد، وثاني شيء صوت جميل ورائع جدا. بارك الله لك في صوتك. آمين. قول آمين. 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 وجعل إن شاء الله في خدمة الشعر. آمين. اللهم آمين. آمين. طبعا الآن إحنا 12 شطر على الشاشة الذهبية. للعلم كرمنا الفائزين في لحظة إطلاق الشطر اللي هو الساعة 5. يمكن تستغربون اليوم ليش مو موجودين التكريم معانا في الحلقة، لأن الساعة 5 لحظة إطلاق الشطر كرمنا فائز الصورة، كرمنا فائز الشطر، وبذلك تركنا مجال أكبر وأسرع
وأفضل للجان التحكيم للتعليق وللحكم عشان يصير رتم البرنامج أسرع. لذلك نقول سريعا أيضا إلى الشاشة الذهبية و12 شطر أمام محمد البادي الآن يختار منهم. تفضل محمد. عطونا. يقول الناجح في الوقت تدري من اللي صنع له شيء من لا شيء. الناجح في هالوقت تدري من اللي تعلم من خطأ غيره. الناجح في هالوقت تدري من لا يسلم عقله لغيره. الناجح في هالوقت تدري من اللي تشيد الناس بأخلاقه. الناجح في هالوقت تدري من اللي يشوف إن الفشل فرصة. الناجح في هالوقت تدري من لا صعد كتف ولا حسد ناجح. الناجح في هالوقت تدري من اللي يتبع سنة رسول الله. الناجح في هالوقت تدري من اللي يفكر قبل لا يفعل. الناجح في هالوقت تدري من اللي يعرف شلون يحسبها. الناجح في هالوقت تدري من قدم القادم على الماضي. الناجح في هالوقت تدري من يعتبر من تجربة غيره. والناجح في هالوقت تدري من اللي يبيض وجه من جابه. 12 البادي اخترت؟ اخترت. قواك الله. سلم الظرف لأخوي أحمد. وقواك الله يا أحمد. وانتقل طبعا من تسليم الظرف لأحمد إلى لجنة الشطر. وعندكم خلنا ناخذ الظرف من أحمد. أوكي يا أحمد قواك الله. موفق يا أبو قيان. أعطني خشمك. هيا. موفق قواك الله. انتبه. هذا اختيار محمد البادي مثل ما أنتم شايفين. الدور الباقي نبي شطر واحد يفوز بهالحلقة. يا ترى 12 شطر واحد أجمل من الثاني قدامكم على الشاشة. حكام شافوا وتمعنوا ولا زالوا عيونهم طايرة على الشاشة. وإلى الآن إذا تشوفونهم كلوزات عيونهم ترى على الشاشة وكل واحد وتعابير وجهه. يا ترى من يفوز؟ وقلوب اللي ينتظرون أكثر تدق. أدري قلوبكم تدق. اللي بيختار أول واحد مدغم أبو شيبة. أبو فهد وين حيرتك؟ ليه ابتسمت أبو فهد أول ما قلت مدغم؟ الحلقة هذه فيها شيء ما كان في الحلقات الأولى. حلو. الحلقات الأولى كانوا كلهم متقاربين وفي نفس السياق. الحلقة ذي طال عمرك جو من كل فج وصوب الله على ما يقولون. كل واحد جاء من الزاوية الصح وفكرة صح. الاختلافات قد تكون جزئية. هذا تحدي من المشاركين لكم. هذا تحدي كبير. هم الظاهر انهم كشفوا اللعبة عندنا. الظاهر انهم كشفوا ذائقتنا وكشفوا امورنا. حفظوكم. ما عاد خلوا لنا فرصة. شيء جميل. من أول نضيعه ما الحين يضيعوننا. شيء جميل. عرفوا لكم. وين يا أبو فهد؟ 12 شطر أمامك وقلوب أو قلوب كلهم أصحاب هالأشطر تدق. كلهم ما يفرق يعني جزئيات حرف جرس موسيقي جملة ما كانت في السياق يعني أشياء بسيطة جدا تفرق في الموضوع. يعني ما في شيء ما في شيء فارق. فالحيرة لازم تدخل في الموضوع مباشرة. طيب لكن الناجح في هالوقت تدري من اللي يبيض وجه من جاب. اللي يبيض وجه من جاب اختيار مدغم أبو شيبة. لا زال هو من رحل هذا الشطر وهو من حط صوته على هذا الشطر. مبارك الخليفة. إما أنك تأيد إما أنك تختار إما أنك تفرق في الاختيار. وين تروح؟ الناجح في هالوقت تدري من من
في أغلب الأشطر فيها عوامل مساعدة للناجح أنه ينجح. حلو. في الشطر اللي اختار أبو فهد هذا يبيض وجه من جابه، هو ساعد، هو نجح ونجح أبوه ونجح، ولكن يمكن أبوه قبله ناجح وساعده. فيه اللي يقول يفكر قبل ما يفعل يمكن يفكر ولا ينجح. فيه اللي تعلم من خطأ غيره وأيضا وش خطأه. لكن فيه شطر اللي يقول أن هذا الناجح هو ناجح بنفسه. هذا اختيارك؟ اي الاختيار أنا، لأنه ناجح بنفسه وفيه يعني نجاح غير مسبوق، عوامله كلها في يده هو. فيقول الناجح في هالوقت تدري من اللي صنع له شيء من لا شيء. رقم واحد. رقم واحد اختيار مبارك الخليفة، اللي صنع له شيء من لا شيء. الآن صوت بصوت، 1 و12. نايف، يا ترى مع 1 ولا 12؟ على حسب الذائقة والحكم والمنطق والجودة وما إلى آخره. نايف والله يا دكتور، أن الجمال اللي في الشاشة ورطة، والإبداع ورطة، والشعر ورطة، وأنت ورطة. بس ورطة لذيذة جمعت. أنا ما لي علاقة نايف، أنا ما لي شغل. والله هو صادق، والله أنك ورطة. أنا ورطة؟ والله أنك ورطة. القناعات نسبية، تختلف من شخص لآخر، لكن أحياناً بعض التجارب أو بعض النجاح يسبقه الكثير من التجارب الفاشلة، والناجح هو اللي يصنع فرصته، هو اللي يصنع نجاحاته، هو اللي يصنع يحول المستحيل إلى شيء ممكن. تحويل المستحيل للممكن هو الناجح. أنا أقول النجاح في هالوقت تدري من الناجح. الناجح في الناجح في هالوقت تدري من اللي يشوف ان الفشل فرصه، اللي يشوف ان الفشل فرصه. وهذا اللي انت رحلته ايضا، استثمار الفشل وتحويله لنجاح، هذا اللي احول. قواك الله ابو طلال، زدت الحيره على اللي منه، على اللي يتابعه ينتظر شطره، وعلى اكبر ان كان جماليات الموضوع عند ابو مروان. الحين بديت احس بالتوتر. انت واش وني ماني ورطه عندك مثل ما عندهم. الله يعينك. انا ورطه ابو مروان، انا على بالي ورطه لذيذه يا دكتور. انا على بالي واحد من الابيات اللي اختارهم الشباب المبدعين. على بالك واحد منهم؟ بس ما بقول الحين. حلو. البادي اشكره على صوته الجميل. حلو. وعلى الابيات اللي تمثل بن الشيخ زايد الله يرحمه. رحمه الله عليه. الله يرحمه. الله أعطانا خير وإحسان، والشكر له واجب علينا، له هدانا دين الإسلام، نسعى لصلح المسلمين. الإعلام من سنين قديمة كان ينادي بالوحدة العربية. الإعلام العربي. الإعلام العربي ينادي بالوحدة العربية، نسمعها لكن ما شفناها. نعم. التجربة الوحيدة اللي الحين كملت أكثر من 45 سنة. يقولون ماتوا اثنين من الشاشة الذهبية. تجربة الاتحاد. عندنا في الإمارات لازمنا نعيش التجربة. صحيح. تجربة ناجحة. تجربة ناجحة واثبتت للعالم كله. ما في شك. الاتحاد العرب ممكن. بالفعل. بالفعل. إذا صار الحاكم والشعب على قلب واحد. ما في شك. ترى طلعت أرواح اللي ينتظرون. الناجح في هالوقت. تدري من؟ اللي صنع له شيء من لا شيء. اللي صنع له شيء من لا شيء. ألف 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 مبروك. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. مبروك لصاحب هذا الشطر يا أبو مروان. وقف قلب الله يسامحك. ذبحتهم. منو صاحب هذا الشطر؟ عطونا الاسم. الناجح في الوقت تدري من؟ جابر بن علوش. جابر بن علوش، ألف مبروك. ألف 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 مبروك لجابر بن علوش الفائز بهذا الشطر. ويا ترى يا جابر بن علوش، يزيد فرصتك محمد البادي ولا لا؟ ها؟ ولا ما يزيد؟ يتفق ولا ما يتفق؟ الآن عندك. والله أنك لا، ما هو بمعنى. ها؟ ما هو بمعنى. عطني الكاميرا، عطني أنا الكاميرا، هي عندي. وخر راسك يا نايف عن الكاميرا. قلها. جابر بن علوش خذ 100,000 وربح. محمد البادي
عطى 100,000 بعد، وألف مبروك لرقم 5 اللي يقول يشوف أن الفشل فرصة. نفس اختيار نايف الرشيدي. مبروك. ألف مبروك. ألف ألف مبروك. عطونا اسمه. عطونا اسمه. عطونا اسمه. دواس إبراهيم. ألف ألف مبروك. ما شاء الله عليه. لدواس إبراهيم 100,000 درهم، وأنت أصبحت الوصيف مثل ما يقولون لشاعر الشطر. وألف مبروك لجابر بن علوش. ألف ألف مبروك لكل الفائزين. شكرا لكم. حلقة إن شاء الله أنها جميلة بامتياز، ولكن ماني ورطة. زين اللذيذة دكتور. نبي نصوت بعدين على هالكلام، لكن في الديوانية موني. عموما ألف مبروك لجابر بن علوش، ألف مبروك لدواس إبراهيم، وألف مبروك أيضا لمن فاز بالصورة. خلونا نشوف ونذكر بصورتنا اللي راح تستمر المنافسة عليها إلى الجمعة القادمة. عطونا الصورة. هذه هي الصورة. هذه الصورة اللي أطلقناها لكل السادة المشتركين. صورة أمامكم. كل الشكر لكل لجان التحكيم في برنامج البيت لهذه الليلة، وكل ليلة راح نتلاقى فيها على قناة دبي الأولى وعبر أثير إذاعة الأولى وبرعاية وإنتاج مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. شكرا للجنة الشطر، شكرا أيضا للجنة الفرز، مشكورين يا أخوان، قواكم الله، يعطيكم العافية. شكرا للجنة الصورة أيضا اللي دائما يكونون متحفين باختياراتهم. شكرا لمتابعتكم، ونشوفكم الحلقة القادمة بإذن الله. مع ألف سلامة. أعطانا خير ونعم، والحمد لله واجب علينا اللي عطانا إيمان والهام، من فضله الضافي عطينا، واليوم صارت جنة أحلام تزخر بفل وياسمينا، ودام الوطن تخطيط ونغام زان وتزخرف وببهينا، دولة تطور عز وسلام بين الأمم دولة بنينا، والشعب متهني بالأنعام ومرتاح في هذه السنين. هذه جهود أعوام وأعوام نسعى لمجد لعنينا، شامخ وفيه ترف الأعلام ونسعى لصالح المسلمين، شامخ وفيه ترف الأعلام ونسعى لصالح المسلمين، ننبذل ذي واشي ونمام ونترك كلام الواشينا، والله عطانا خير ونعام والحمد لله.